أنابَ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لافتتاح فعاليات منتدى استثمر في البحرين بنسخته 12، إضافة إلى المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بنسخته 2. وقد أكد سمو الشيخ سلمان حرص الحكومة على دعم وتطوير المقومات المحفزة للاستثمار في المملكة من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال والقطاع الخاص على الاستثمار في الفرص والمشروعات الواعدة. كما أكد سموه أن معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة تشهد نموا مضطردا بفضل ما تتمتع به البحرين من مقومات وبيئة عمل متميزة ومنفتحة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الدكتور هاشم حسين. مرحبا بك دكتور معنا في النشرة الاقتصادية. بداية حدثنا عن مضمون جلسات اليوم الأول من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار وطبيعة المناقشات الدائرة بين رواد الأعمال اليوم. نعم، أنا حاليا في مبنى الآر كابيتال لأنه نتواصل مع رواد الأعمال اللي هم وصلوا للبحرين من 90 دولة. عندنا مشاركة أكثر من 1000 رائد عمل، وطبعا هذا المنتدى هو من نسخته الثانية لأنه المنتدى الأول كان في عام 2015. نعم. وصار هذا المنتدى هو المنتدى الأول من نوعه الوحيد تحت رعاية الأمم المتحدة لريادة الأعمال، لأنه في هناك ربط بين ريادة الأعمال وأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs، وصارت البحرين هي في طليعة الدول، كل دول العالم كانت دول صناعية أم دول نامية تتبنى ريادة الأعمال وربطها بالتنمية. لذلك المنتدى هو نفسه العنوان من المنتدى هو التحفيز والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال. وطبعا المنتدى هو كان متزامنا مع منتدى استثمر في البحرين، وأيضا كان بتنظيم أول معرض لرواد الأعمال. ونحن نفتخر اليوم أنه كان عندنا تنظيم أول معرض لرواد الأعمال كان بتنظيم من تمكين وشركة AMG، وشارك فيها 209 رائد عمل بمنتجات صناعية وخدمات صناعية. نعم. فإن شاء الله ده سوف يحفز رواد الأعمال في المستقبل ونقوم بتنظيم هذا المعرض بشكل سنوي. نعم دكتور هاشم، في كانت متزامنه كان. نعم. هي المنتدى نفسه منتدى رواد الاعمال. بالفعل دكتور هاشم، في اليوم الاول من عمر المنتدى تم توقيع عدد من الاتفاقيات، هل لك ان تطلعنا على تفاصيل هذه الاتفاقيات؟ هي طبعا احنا ذاته كان المحور مال المنتدى هو كله. نعم. هو ثلاثة محاور، المحور الاول هو رواد أعمال طريق الحرير، وهذه كانت جلسة اليوم. نعم. شارك فيها أكثر من 12 متحدث من مختلف دول الحرير وتكلموا عن آليات الربط بين رواد الأعمال لطريق الحرير وكانت نتائجها أنه إحنا لأنه سكرتارية اليوم أعلننا أيضا سكرتارية رواد أعمال لطريق تعالف طريق الحرير تكون موجودة في مكتبنا في البحرين، وذلك لتنشيط الاستثمار والتجارة بين دول الحرير البري والبحري. هي 65 دولة. غدا إن شاء الله سوف تكون في جلسة المرأة والصناعة، وهي كثير تحفيز دور المرأة في الصناعة، والجلسة الأخيرة حتكون هي أثر الاستثمار، وهو يمكن أول مرة نتكلم عن أثر الاستثمار لريادة الأعمال. نعم دكتور هاشم، بكرة ظهرا حتكون هي اللقاءات الثنائية، وطبعا نتوقع انه حتكون في ان شاء الله لقاءات ثنائية كثيرة جدا برواد الاعمال من 90 دولة يشكلون طبعا 1000 رائد عمل. نعم، سنقوم بمتابعة هذا المنتدى الهام جدا في مملكة البحرين عن كثب في النشرات الاقتصادية في الايام القادمة. دكتور هاشم شكرا جزيلا لك لكونك معنا في النشرة الاقتصادية. هذا ويهدف منتدى استثمر في البحرين 2017 والمنتدى العالمي لرواد الأعمال إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزز مفهوم ريادة الأعمال لجعلها محورا رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار المزدهم. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجيوسي.
ربط ريادة الأعمال بالتنمية المستدامة وتعظيم الفرص الاستثمارية في صناعة الأغذية وتقنية المعلومات أهداف بحرينية طموحة يراد بها تعظيم المكتسبات الاقتصادية لجميع دول العالم، انطلاقا من منتدى استثمر في البحرين 2017 والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار من خلال تبادل الخبرات بين 1000 مستثمر ورائد عمل على مستوى المنطقة والعالم. اليوم هذا مؤتمر مهم جدا بهالظروف اللي عم تمر فيها العالم العربي، ما في عم بيكون اي نشاط اقتصادي عربي، كله كان متوقف على اعتبار يعني معظم الدول العربيه عم بتعاني من مشاكل وهذا. فاليوم هالمؤتمر بالبحرين مهم جدا، عم يرجع يجمع العالم. وبدأت فكرة منتدى استثمر في البحرين 2017 والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار منذ أن تم التفكير في ضرورة وضع استراتيجية شاملة للارتقاء ببنية الاقتصاد الوطني مع تنويع قطاعاته الإنتاجية بعيداً عن النفط، وبما يسهل من فرص التدفق الاستثماري لشرايين العمل والإنتاج، لا سيما تلك التي تعول عليها المملكة لقيادة قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة. أنت لما تسوي هالتكاملات الاقتصادية مع شركاء أجانب وشركاء على مستوى العالم، أكيد أن هذا ما جاء من فراغ، جاء من تكامل اقتصادي خليجي أولاً. هذه قاعدة أساسية، وحنا نحرص كرجال أعمال أنه يكون الاقتصاد الخليجي شبه موحد، بحيث أنه لا تكون هناك يعني خلينا نقول بعض المصانع اللي تأثر على المصانع الآخر، فيصير في شيء اسمه التكاملي، وهذا حق نبحث له، وأعتقد أنه محققين نوعا ما هذا الهدف. الأمور إن شاء الله طيبة، البحرين دائما منصة جميلة لإطلاق المبادرات حقيقة. ومن المرتقب أن ينتج عن منتدى الاستثمار في البحرين 2017 والمنتدى العالمي لرواد الأعمال توصيات تنقل مفهوم ريادة الأعمال إلى مرحلة أفضل من تحسين مستوى رفاهية البشر وإمضاء اتفاقيات استثمارية لإقامة مشاريع حيوية سيكون لها الوقع الأكبر على استدامة التنمية الشاملة في جوانب الحياة المختلفة. عقدت لجنة تجار البحرين الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة نائب الأمين المالي محمد ساجد الملتقى التجاري البحريني الكوري، وقد شهد الملتقى لقاءات ثنائية مع الوفد التجاري الكوري الذي ضم ممثلين عن عدد من قطاعات الأعمال مثل الحلول الذكية والتصنيع والصحة والتجميل والتكنولوجيا الطبية وأنظمة الطاقة، بالإضافة إلى خدمات خطوط الطيران. وقد أكد محمد ساجد في كلمته خلال الملتقى على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وتنمية التعاون التجاري بينهما، مشيرا إلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين وعقد صفقات مشتركة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الكوريين لتعميق أطر التعاون الاقتصادي المشترك. ونتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1276 نقطة بارتفاع نسبته 0.02% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,544,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 835,000 دينار تم تنفيذها من خلال 122 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ونسبته 51% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع نسبته 0.16% مغلقا عند مستوى 6934 نقطة متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي الرعاية الصحية وأيضا العقارات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على تراجع أيضا بنسبة 0.73% عند مستوى 6513 نقطة، وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي صعد بنسبة تزيد عن 15 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4479 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الخدمات. كما سجل سوق دبي المالية ارتفاعا بنسبة 0.17% عند مستوى 3635 نقطة بسبب صعود مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار وأيضا الخدمات المالية. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.57% عند مستوى 5010 نقاط بسبب تقدم مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات.